ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. فافهم جيدا إن كمال الحيدري كان منحرف عقيدة الملعون، رجل ملعون، رجل فاسد، والدفاع عن الفاسدي فسق في الدين. من يدافع عن كمال الحيدري هو يخون بأمير المؤمنين عليه السلام، هو يعادي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. اعلموا جيدا، هذا الرجل فاسد وفاسق، هذا الرجل منحرف، هذا الرجل ملعون، هو كلب من كلاب أهل النار، لعنة الله عليه، لعنة الله على لحيته، لعنة الله على وجهه، لعنة الله على عمامته. هذا الملعون الخبيث ينكر، منكر الإمام عليه الصلاة والسلام، منكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منكر القرآن العظيم، منكر رب السماوات والأرضين، هو ملعون هو هذا. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله.